السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. أتمنى أن تكونون بألف خير، وشكرا لإعجاباتكم والاشتراكاتكم في القناة واستفساراتكم الجميلة على رقم واتساب اللي موجود في صندوق الوصف، وأتمنى تكونون بألف خير. دائما احنا متعودين أنه يوم مقام ويوم إيقاع، لذلك أنا اليوم عندنا إيقاع الوحدة الصغيرة اللي هو 2/4 مثل ما تلاحظون أمامكم بالصورة، ودائما أنا أخليكم في صندوق الوصف مجموعة من الأغاني اللي هي من ضمنها أغنية دارة الأيام، اللي هي من أجمل الأغاني اللي هي كلمات مأمون الشناوي وإلحان محمد عبد الوهاب، واللي غنتها أم كلثوم هذه السيدة الكبيرة العظيمة. إيقاع الوحدة أيضا دخل بها، إيقاع الوحدة الصغيرة طبعا دائما يسمى وحدة بسيطة، إيقاع البسيط على وزن طبعا 2/4، وسمي كذلك لأنه صنف آتي من الإيقاع، من إيقاع الوحدة، من إيقاع الوحدة اللي هو ذاك قياسه 4/4، وأمامكم تلاحظون 2/4 في الرسم، ودم أستكتك دم أستكتك، واللي راح تسمعونه في الأغاني اللي موجودة في صندوق الوصف، راح تستمعون أيضا لبعضها، راح تلاحظون الصوت الإيقاع كم هو واضح، من خلاله راح تعرفون إيقاع الوحدة الصغيرة اللي هو 2/4، ويسمى أيضا وحدة بسيطة. راح تلاحظون في أغنية مثلا دارة الأيام نسمعها أيضا، نسمع منها جزء. بعد ما استمعنا أصدقائي وأخواني الغالين لاحظنا الإيقاع كيف استخدموه في هذه الأغنية الجميلة، وراح تلاحظون أنه هذا إيقاع الوحدة الصغيرة، والآن أصبح عندكم جدول من خلال قوائم التشغيل الموجودة في قناتي، تلاحظون أنه مجموعة من المقامات راح تكون فائدة بها لكم، ثم تنتقل أكو موجودة في خانة الإيقاعات، ثم أكو خانة موجودة أيضا لتمارين العود، فراح تفيدك وهي مقسمة تقسيم واضح ومباشر لكم. أتمنى أن دائما تعيدون أي فيديو حتى تتمعنون في الكلام، وهذا أيضا يفيد المبتدئين والهاوين، يفيدهم جدا هذا الفيديو حتى تقدر تعرف أي أغنية من خلال ده، سواء كان في هذا الفيديو عن تحدث عن الإيقاع أو نتحدث عن المقامات. يعني إذا تريد تعرف وتتقوى أنه تعرف المقام مباشرة أول ما تسمعه، يحتاجك إعادة كلام اللي قلته بالفيديوهات، كيف تعرف رأس المقام، وأيضا الإيقاع تريد تعرف الإيقاع مباشرة، عيد الفيديو أكثر من مرة واستمع على كلامي، راح تلاحظ وراح تعرف مباشرة وتكون عندك سهل جدا. لذلك أنصحكم نصيحة أنه دائما استمعوا للفيديو، فيديو ما تستمع به أكثر من مرة حتى تقدر تركز، مع حفظ الرسوم إذا تقدر تحفظ الرسوم، احفظها لك كمعلومات. وأنا أشكركم في الحقيقة لاشتراككم والإعجاب بالقناة، وأتمنى من عندكم تشاركون فيديوهات دائما على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نقدر نكسب أكثر عدد ممكن من الأصدقاء ليتعلمون عود، وموجود في صندوق الوصف تليفوني الواتساب اللي هو جاهز لأي استفسار من عندكم، وجاهز لأي شيء تحبون أنه تستفسرون من عنده، وأنا حاضر جدا لكم في أي وقت. وأيضا هذا الفيديو
أو الفيديوهات الخاصة بالمقامات دائما أتمنى يشاركوها. وأيضا موجود لدي فيديو كيف تتعلم الريشة، هذا جدا جميل ويقويكم بالريشة، وأتمنى أنه دائما تعيدوا أكثر من مرة لفائدتكم. تحياتي لكم وأتمنى أنه استمتعتوا، ولا تنسون اللايك والإعجاب والاشتراك بقناتي. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.